السلام عليكم، انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونة للموسم الثاني. الحقيقة في البداية بس نفسي اشكركم على متابعتكم ومشاركتكم في برنامج الزتونة طول السنة اللي فاتت دي. احب اوعدكم برضو ان البرنامج السنة الجديدة هيكون فيه حاجات مختلفة جدا. هيفضل البرنامج محافظ على الطريقة الأكاديمية في عرض الكتب، اللي هي الطريقة اللي بتحسسك ان انت كأنك قريت الكتاب معايا فصل فصل، ولكن اللي هيتغير هو كمية الكتب، اللي هيتغير هو ايه نوعية الكتب، واللي هيتغير كمان ايه الحاجات اللي هناخدها جنب الكتب. من الآخر، برنامج الزتونة في الموسم الجديد هيكون عامل زي دائرة معارف للعالم العربي كله. وعشان دي هي الحلقة الأولى في الموسم رقم 2 من برنامج الزتونة، حبيت ان هي تكون حلقة مختلفة. هجاوبكم في الحلقة دي على سؤال ناس كتير جدا كان بتسأله، وهو ايه الكتب اللي انا ممكن ابتدي بيها قراية. عشان كده النهاردة في برنامج الزتونة هناخد افضل 7 كتب في التاريخ ممكن يغيروا في حياتك. لو انت عايز تبتدي قراية انصحك ان انت تبتدي بكتاب من الكتب دي. في المركز رقم 7 بيجي كتاب How to Stop Worrying and Start Living، او كيف تدع القلق وتبدأ الحياة، للعظيم ديل كارنيجي. الكتاب اللي اتكتب سنة 1944 لسه لغاية دلوقتي الناس بتشتريه بعنف، لان الكتاب بيكلمنا على ايه هي اسباب القلق، وازاي تتغلب على القلق، وازاي تعيش حياة سعيدة. الكتاب ده مش بس بيكلمك عن القلق، لا ده كمان بياخدك في فكرة عن السعادة، وبيقولك ايه هي السعادة وازاي السعادة تزيد عندك. على فكرة كتاب How to Stop Worrying and Start Living لديل كارنيجي موجود هنا في مكتبة الزتونة. الكتاب رقم 6 اللي معانا النهاردة هو كتاب The Alchemist، او الخيميائي، للعظيم باولو كويلو. الكتاب ده عبارة عن قصة رمزية بتحكي عن ان في واحد جه مصر عشان بيدور على كنز. في الطريق ان هو يلاقي الكنز دوت بتحصل له مواقف، وبيتعرف على شوية ناس بيغيروا شوية مفاهيم عنده عن الحياة. الكتاب ده حلو جدا جدا، ولو انت بتواجه اي مواقف صعبة في حياتك الكتاب ده ممكن يديلك طاقة ايجابية غير طبيعية ان انت تعدي بيها اي حاجة. لو عايز تعرف اكتر ايه هو كتاب الخيميائي وايه هي الدروس المستفادة من الكتاب دوت، ممكن ترجع تدور على الكتاب دوت في مكتبة الزتونة هنا على اليوتيوب. في المركز رقم 5 يجي كتاب اسمه The Reframe، او اعادة التشكيل. من وجهة نظر الشخصية الكتاب ده يعد من انجح الكتب اللي نزلت لغاية دلوقتي في التاريخ، لان الكتاب ده مكتوب في ديسمبر 2016 وعمل الضجة دي كلها عليه. الكتاب ده بيخاطب الرجالة فقط، وبيقول لهم ازاي يطوروا من 3 حاجات في حياتهم: ازاي يطوروا من صحتهم، وازاي يطوروا من حياتهم الاجتماعية، وازاي يطوروا من فلوسهم. كتاب حلو جدا وممتع جدا ومليان اسرار عن الجنس الاخر. لو في اي راجل عايز يطور من حياته ممكن يبتدي يقرأ الكتاب ده. في المركز الرابع يجي كتاب Think and Grow Rich، او فكر تصبح غنيا. طبعا الكتاب ده غني عن التعريف، واللي كتبه واحد اسمه نابليون هيل في سنة 1937. الكتاب بيكلمنا ببساطة عن ازاي تكون انسان غني عن طريق ان انت تغير في طريقة تفكيرك. في الكتاب ده ابتدى يتزرع جوانا مفهوم اسمه Law of Attraction، او قانون الجذب، اللي هو بيقولك ان الحاجات اللي بتفكر بيها بعقلك بتحصل لك في الحياة. فمن الاخر انك تغير طريقة تفكيرك ان انت هتجيب فلوس فهتحصل على فلوس. بس الكتاب مش سايبك كده، الكتاب مديك خطوات عملية لو نفذتها من وجهة نظري هتوصل فعلا للثروة. على فكرة كتاب فكر تصبح غنيا موجود برضو في مكتبة الزتونة على اليوتيوب. في المركز الثالث يجي ديل كارنيجي تاني بكتاب مختلف اسمه How to Win Friends and Influence People، او كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس. كيف تكسب الاصدقاء مكتوب سنة 1936، ولكن الكتاب دوت هو مرجع كبير وحقيقي لاي واحد عنده مشكلة مع الناس. الكتاب ده مش بس هيعرفك ازاي يكون ليك ناس بتحبك، لا الكتاب ده ممكن يغير الاعداء اللي حواليك لاصدقاء ليك. لو عايز تعرف اكتر عن الكتاب ده وازاي ديل كارنيجي استخدم وسائل معينه عشان تكسب بيها الناس في صفك، شوف الحلقتين اللي معمولين على الكتاب دوت على قناه الزتونه. في المركز رقم 2 بيجي كتاب غير حياه ناس كتير جدا، وفي ناس كتير جدا هجمته، ولكن الكتاب ظل ناجح. كتاب ذا سيكريت، او السر، للكاتبه رواندا بايرن. كتاب السر هو واخد مبدأ Law of Attraction، أو قانون الجذب، اللي كان موجود في كتاب بتاع نابليون هيل بتاع فاكر تصبح غنيا، ولكن الكتاب ده طبق المبدأ في كل أسبكت أو في كل مرحلة من مراحل حياتك. يعني طبقها في الفلوس، طبقها في الصحة، طبقها في الشغل، طبقها في العلاقات، طبقها في كل حاجة في الحياة. تتفق او تختلف في فكرة كتاب The Secret او السر، الا انك ما تقدرش تنكر ان الكتاب دوت بيديك طاقة ايجابية عالية يحسسك ان انت عايز تعمل اي حاجة. كتاب بيخليك دايما مركز على اهدافك مش مركز على المشاكل اللي بتواجهك. لو عايز تعرف اكتر عن كتاب The Secret او السر هتلاقيه برضو موجود في مكتبة الزتونة. في المركز رقم 1 يجي الكتاب الاكثر شعبية في العالم على الاطلاق، The 7 Habits of Highly Effective People، او العادات 7 للناس الاكثر فعالية.
طبعا اللي كتب الكتاب ده ستيفن كوفي، وكتبه سنة 1989. الكتاب عمل ضجة كبيرة في العالم، لسه موجودة لغاية دلوقتي. الكتاب ده بيكلمنا على 7 عادات، زي ما هو كده باين من اسمه، بيقول لنا في الـ7 عادات ديت ان انت لو عملتهم هتكون مش بس انسان ناجح، لا ده انت هتكون الاكثر فاعلية في هذا العالم. مش بس كده، الكتاب ده غير مفهومنا عن البيزنس، غير كمان حاجة اسمها البيزنس ترمينولوجي، او مصطلحات العمل اللي احنا بنقولها بيننا وبين بعض دي. لو انت لسه بتبتدي الحياة المهنية بتاعتك وبتبتدي الشغل بتاعك، انصحك ان انت تقرا الكتاب ده. ولو عايز تعرف اكتر بقى ايه هما الـ7 عادات، مش محتاج اقول لك برضو ان الكتاب ده موجود في مكتبة الزتونة على اليوتيوب. بكده نكون خلصنا النهاردة ايه احسن 7 كتب ممكن تغير في حياتك. استنوني الحلقة الجاية يوم الجمعة الجاية في كتاب اسمه The Power بتاع رواندا بايرد، وده يعد الجزء الثاني من كتاب The Secret. كتاب حلو جدا، وبيتكلم على ازاي بالشكر ممكن حياتنا تتغير، ازاي لما نقول الحمد لله ممكن حياتنا فعلا تتغير. في الاخر ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للبيج بتاعت الزتونة على الفيسبوك ولليوتيوب تشانل بتاعت الزتونة عشان تتابع كل اسبوع كتاب جديد. تنساش برضو تعمل شير للفيديو ده لو عجبك عشان تساعدني اوصل المعلومة برضو لحد تاني. كان معكم مايكل راشد، برنامج الزتونة الموسم الثاني. شكرا.